السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم القلقاس وفاصوليا خضرة ورز. اول حاجة بعملها بسلق اللحمة، حاطة هنا حلة مية على النار بتغلي، بنزل باللحمة وهنا بصلة مقطعاها حطيتها في الشوربة، بنزل باللحمة بعد ما المية غليت زي ما احنا شايفين، وبعد كده بحط لها توابلها. عندي هنا التوابل ورقة لورا وبهارات فريخ. بغطش اللحمة، طبعا مش بغطشها يعني، بواربها كده، بحط الغطا على الحر عشان احنا عارفين اللحمة بتفور، فطبعا عشان ما تنزلش وتبهدل البوتاجاز بحط الغطا على الحر. بقلب اللحمة كده عشان التوابل تنزل لتحت، بسيبها تستوي على عين تانية. حطينا بصلاية خرطاها، هحط عليها معلقة سمنة، دي هنعملها الفاصوليا. يا دوبك بس هدبل البصلة كده بحتة السمنة، هسيح السمنة في قلبيها. وعندي هنا البهارات بتاعت التوابل، ملح وفلفل وشوية كاري وحبة شطة صغيرين، بحطهم في قلب الفاصوليا. طبعا بقلب كده البهارات مع البصلة مع حتة السمنة تسيح في قلبيها. زي ما احنا شايفين بدأت تاخد لون اصفر، اتدبلت شوية، بنزل بمكعب ثوم. انا هنا الثوم مفرد او فصين ثوم مدوقين. طبعا بقلب الثومة مع البصلة والسمنة والتوابل لحد ما الثومة تسيح شوية، تفك شوية مع البصل كده، نقلبها ببعض. بكون طبعا مجهزه الطماطم ومصفيها من القشر، بنزل كده على البصله والتومه، طبعا بقلبها، بسيبها تغلي شويه تتسبك شويه. بغطيها وبسيبها تتسبك. بعد ما تتسبك هرجع كده، غليت شوية زي ما احنا شايفين واتسبكت. عندي طبعا الفاصوليا انا مفرزاها، بنزلها على طول من الكيس على الحل. دي طبق الفاصوليا بتاعنا اللي عملناه، حلة الفاصوليا طبعا هتفك طبعا في قلب الحلة، بنقلبها وبنسيبها لحد ما الفاصوليا تستوي خالص. بنحتاج طبعا نزودها شوربة او مية، انا عندي شوربه بزودها شوربه لغايه ما تستوي. حله تانية بحط القلقاس، طبعا القلقاس مفرز برضو عندي، بحطه في حله وانزل عليه بالشوربه من اللحمه وهي بتستوي كده، باخد شوربه واحط فيها القلقاس. غطيت القلقاس بالميه زي ما احنا شايفينه فك خالص، بوارب الغطا عشان برضو القلقاس بيفور، بسيبه يستوي على نار تانية في طاسه صغيره. بحط معلقه سمنه وبحط الكزبرة الخضراء دقاها بحتة تومة، طبعا برضو مفرزاها. حطيت السمنة في الطاسة وانزل عليها بالكزبرة، طبعا زي ما احنا شايفين هي متفرزة، هتسيح طبعا في قلب السمنة وبديها لون كده اصفر، يعني بقليها كده، بقلبها شمال ويمين لحد ما تفك معايا. على حلة تانية بحط معلقة حبة زيت كده حوالي معلقة، وبحط سمنة وبعمل الرز. معلقتين سمنة حلوين كده. طبعا انا غاسلة الرز وسايباه في المصفى يتصفى، واخدة منه مج عشان احمره. هعمل الرز حبة وحبة، بنزل طبعا بالمج الرز وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي. زي ما احنا شايفين السمنه تفك معانا، واروح نازله بمج الرز. حط المج الرز، طبعا ده رز مغسول ومتصفي، بقلبه طبعا لغايه ما ياخد لون ذهبي. زي ما احنا شايفين الرز خد معايا لون ذهبي، بنزل عليه بقيه الرز وبقلبه قبل ما احط الميه عليه. طبعا انا غاليه ميه،